تحاليلك كلها طبيعيه، مفيش اي حاجه عندك تمنع الحمل. نفس كلام الدكتور الاولاني. حضرتك مامتها؟ لا، حماتها. طب انا عندي في حاجه كده ممكن اشوفها تاني واتاكد منها، وده هحتاج ان انا اكشف عليكي. ممكن؟ اللي تشوفيه. اتفضلي. استني، انا مش عايزه اكشف عليكي. نعم؟ انت مش عايزه تخلفي من جوزي صح؟ لا طبعا. امال انا جايه لك ليه؟ انا ما رضيتش اقول لك قدام حماتك، قلت ممكن انت تكوني قصتها. انا مش فاهمه حاجه، هو في ايه؟ التحاليل بتاعتك ملهاش غير معنى واحد بس، هو انك بتاخدي حبوب منع الحمل وبانتظام. لا مش صح.